اهلا بكم مره اخرى في شرح جديد من شروحاتنا اللي بتهدف للربح من الانترنت الاستثمار وبدونه قناه اونلاين ماني. فضلا وليس امرا لحضرتك لسه جديد معانا في القناه، تدوس على زر الاشتراك وتفعل خاصيه الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل اثبات سحب بقيمه 3 دولار من عمله ال بي سي. العمله دي احنا اتكلمنا طبعا عليها قبل كده، وطبعا هسيب لك فيديو شرح الموقع اسفل الفيديو عشان تتفرج على الشرح بالتفصيل وتفهم الموقع دوت شغال ازاي. انا بعمل اثبات السحب ده النهارده للناس اللي طلبت مني وسالت هل الموقع مازال بيدفع ولا لا. زي ما احنا شايفين احنا معانا 103 اهوت، هم دايسين فوق كده عليهم، وهندوس على كلمه سند. طبعا هنجيب هنا عنوان المحفظه من المنصه، المنصه قصادنا اهو، ندوس على كلمه كوبي من هنا كده عنوان المحفظه ونرجع باك. هنحط هنا طبعا عنوان المحفظه ونكتب الرقم اللي معانا بالظبط اللي هو 103، وهندوس على كلمة send. قال لك you have sent. هكذا هنروح على بقى المنصة تاني، هندوس على deposit records زي ما احنا شايفين كده الايداعات اللي جاية، وزي ما احنا شايفين اهوت ال 103 فعلا في الطريق زي ما احنا شايفين اهوت zero confirmation. لازم ياخد اللي هو ال 30 confirmation زي السحوبات اللي قبل كده، ولو دخلنا شفنا كده نسبة السحوبات زي ما احنا شايفين ساحبين اكتر من مرة اهوت، كل دي سحوبات من الموقع، الموقع مازال يدفع بدون اي مشاكل. للناس اللي طلبت مني وسألتني هل الموقع مازال بيدفع ولا لا، زي ما احنا شايفين الموقع بيدفع بدون مشاكل. نيجي بقى للموقع التاني، وزي ما احنا شايفين ده الموقع التاني انا شرحته برضو من حوالي يومين. في معانا 19 صديق دخلوا، ال 19 واحد ما عملوش تاكيد للايميل، مع ان انا كاتب ملحوظه مهمه لازما تاكد الايميل بتاعك او الاكونت بتاعك من على الايميل عن طريق رساله هتجيلك، هتدوس عليها هتبقى اكتفت الحساب بتاعك، فبالتالي كده انت تقدر تربح ال 10%. كده انت مع حضرتك من كل اللي انت عملته، انت سجلت على الاكونت او سجلت على الموقع من غير ما تاكد الحساب بتاعك، فبالتالي مش هينزل لك ارباح زي ما احنا شايفين كده، مش هتاخد النسبه بتاعتك اللي هي اليوميه، فبالتالي كده كانك مسجلتش. فطبعا الناس اللي دخلت سجلت على الموقع تاكد الحساب بتاعها بحيث ان هي تقدر تكسب النسبه اليوميه اللي هي ال 10% او ال 11% طبعا اللي بتنزل لك كل يوم، تمام؟ فدي ملحوظة جدا مهمة جدا حبيت ان انا اعرفها لكم بحيث ان انت تبقى استفدت من الموقع، تمام. ولو نزلنا تحت كده هتلاقي ان نسبة زي ما احنا شايفين كده هوت العملة بتزداد كل يوم وليها مستقبل، فبالطبع اي عملة زي ديت بتزداد كل يوم وليها مستقبل نحاول ان احنا نخش نستغلها. يا رب يا جماعكم فتكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.